بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة من فلسطين، بتتكلم عن الارادة، بتتكلم عن التحدي، بتتكلم عن واحد حريص يحقق احلامه، مش عايز ابدا يفقد احلامه. يا ترى انت كده ولا يا ترى انت بتفقد احلامك بسهولة؟ اسمه احمد السوافيري، شاب فلسطيني عنده 25 سنة. قبل امتحانات الثانوية العامة سنة 2008 بلده اتعرضت لقصف إسرائيلي. كانت النتيجة إن أحمد فقد 3 أطراف من جسمه، رجليه الاتنين وإيده الشمال. أحمد ما عادش عنده غير إيده اليمين. أنت متخيل لما تفقد في يوم وليلة 3 أطراف من جسمك وما يفضلش عندك غير إيدك اليمين؟ وقبل الامتحانات طلع من المستشفى فاضل على الامتحانات أشياء بسيطة، على كرسي متحرك، هي دي هيكمل حياته بالطريقة دي. لكن أحمد صمم يدخل الامتحانات، وقام قايل جملة عجيبة قوي، قال إذا نجحوا في قصف أطرافي فلن يستطيعوا قصف أحلامي. إذا كانوا قدروا يهدوا أطرافي مش هيقدروا يهدوا أحلامي. أحمد نجح في الثانوية العامة، وأحمد جاب تقدير كمان، وقرر يشتغل مدرس. لما سألوه ليه تشتغل مدرس، قال لهم علشان أمد الأجيال التالية والأجيال اللي جاية بعدي بأحلام قوية، لما يشوفوا عجزي وإصراري، لما يشوفوا ضعفي وقوة أحلامي. أحمد بيدرس في المدرسة لغة عربية. بسمة أمل يا جماعة، أنت بقى بتعاني من إيه؟ كلمني عن البطالة، كلمني على خناقك في البيت مع والدك او والدتك على حاجات تافهه، كلمني على الاحباط اللي انت فيه وقاعد مكتئب وبتقول انا مش عارف انجح وانت باعضائك كامله. اتحرك، انجح، صر على حلمك، اشتغل. بسمه امل لكل انسان مصر انه ينجح. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.